قناة طموح ترحب بكم في سلسلة أخبار المشاهير. المدير العام لملبنة صمام يصنع الحدث في عز وباء كورونا، وهذا بعد تمويل لشراء لمحطة توليد الأكسجين ل 18 مستشفى على مستوى القطر الوطني بميزانية 40 مليار سنتيم. الممثل الكوميدي مروان قروابي أشاد بهذه اللفتة الإنسانية وشجع رجال الأعمال لكن بطريقة خاصة. بايزون كيما شركة صمام نقول لك هاو حقك، تبرع بقالك 41 مليار، والله غير يعطيه الصحة والله. وهذه ديديكاس لصمام دوك نديرها. يا صمام حبيت نقول لك حاجة، يشرفني كاين يمر الكاميون تاعك، نتا لي زوم ونولي ناكل غير صمام ويا ول صمام من الآخر. هذه مالغريك هذاك راجل مصور صافي واحد 70 سنة وأنا نشوفه مصور ما كبر ما والو، لكن أنا ناكل صمام ويعطيك الصحة وربي يجازيك وفي ميزان حسناتك إن شاء الله. تبرع ب 40 مليار والله غير حقك، هذا مول صمام هاو حقك خو، ها من الناس اللي لاباس بهم الشبعانين تاع الصح. والله ما كاين شركات في الجزائر اللي لاباس، ما تجبدوا شويه هاي راح تختار شركة واليوم تعيطوا لنا نخدموا معاكم كولابوراسيون، عيطوا لنا اشروا الاكسجين واشروا لي كونسونطاتور الاكسجين وحنا ندوا لهم للناس الاكسجين، انا هنا نخدموا معاكم هذه في 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 البلاد. قلت لك مول صمام احجب لك غديه يا مولي يا ولد صمام، الله يبعد عليك ظلام ويخرجوا لك لي زابدو تاع فوندام ونحكي عليك في انستغرام. يا مولي يا ولد صمام ان شاء الله يخرجوا لك الكراجم تاع فوندام.